اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من حلقات قناتي ازاي. النهارده يا جماعه هنتكلم مع بعض عن موضوع يهم شريحه عريضه جدا من المجتمع اللي احنا عايشين فيه، الا وهي وظيفه باحث ائتماني او اخصائي تمويل ناجح. خلوا بالكم يا جماعه ان الوظيفه دي ما جاتش كده من فراغ، الوظيفه دي جت ليه؟ لان احنا بدا العالم مر بمجموعه من الانظمه الاقتصاديه، النظام الراسمالي والنظام الاشتراكي والنظام الشيوعي، وكل الأنظمة دي كان فيها بعض المميزات وبرضو ظهرت لها بعض العيوب، وفي الآخر اتجه العالم أن لازم كل فرد في المجتمع يكون عضو منتج أو نافع، فبدأ يتجه ناحية المشروعات الصغيرة. وطبعا عندنا الصين مثال ناجح جدا للموضوع ده ودول شرق آسيا كلها، بس بدأت التجربة تنتشر على مستوى العالم كله. وما دمنا وصلنا ان احنا يبقى في مشروعات متناهية الصغر، طبيعي جدا ان القطاع المصرفي يتجه ان هو يمول القطاع ده. وبالفعل القطاع في الدول العربية زي المغرب وبعض الدول الأخرى ومصر طبعا على رأسهم اتجهوا ناحية تمويل القطاع المشروعات متناهية الصغر. عندنا هنا في مصر مثلا القطاع دوت في نهاية 2020 وصل التمويل الموجه إليه حوالي 19 مليار و 300 مليون، وعدد المنتفعين به كان حوالي 3 مليون و 200 ألف شخص. طبعا ده يورينا مدى ضخامة ومدى اهتمام الدولة أو مدى اهتمام الأشخاص بالموضوع دوت. طبعا لما بدأت الدولة تتجه للنشاط دوت وبدأ يبقى له تأثير قوي في الاقتصاد القومي، بدأت تظهر بالتبعية وظيفة باحث ائتماني أو أخصائي تمويل، أو زي ما يسمى في أي شركة كل مكان ممكن يغير المسمى، إنما هو الشخص اللي بينزل يتعامل مع العميل. طب إيه المشكلة إن هو بيتعامل مع العميل؟ يعني ما كل موظف في البنك أو في أي مكان بيتعامل مع العميل، لا، إحنا بنتعامل مع عميل informal sector، يعني عميل قطاع غير رسمي. طب أنا النهاردة عشان أمول شخص بالشكل ده، زميل حضرتك اللي هو في الفرع التجاري اللي هو بيشتغل في الكاستمر سيرفيس او بيشتغل في الكوربت او بيشتغل في الريتيل في اي مجال، هو بيجي له العميل ياخد منه الاوراق انطبقت عليها شروط البنك او لوائح البنك، خلاص هو يقدر يمنح التمويل وهو غير مسؤول عنه. غير حضرتك بقى، انت النهارده تمويلك بيعتمد بصفه اساسيه من الدرجه الاولى على شخصيه العميل، على طبيعه نشاطه، على شخصيتك انت، على قدرتك على تقييم الشخص اللي قدامك. ولذلك فاحنا هنتكلم مع بعض في موضوع ازاي تكون مسؤول ائتماني، اخصائي تمويل، باحث ائتماني ناجح. تقدر تعرف العميل اللي داخل عليك ده عميل فعلا جاد، عميل عنده قدرة على السداد، ولا هو عميل بس مجرد ان هو سمع ان المكان ده بيدي تمويلات فجير عليه وهياخد منك الفلوس بعد كده وما يديها لكش. جودة المحفظة بتاعت حضرتك ده جزء لا يتجزأ من شخصيتك. كل ما كنت باحث ناجح قوي مركز في شغلك، كل ما كانت محفظتك بتتمتع بجودة عالية جدا. هنبتدي النهاردة مع بعض يا جماعة بإيه؟ أول حاجة هنتكلم فيها إيه؟ العميل جه لحضرتك، تتكلم مع العميل بطريقة كويسة جدا. العميل بيبقى حساس قوي، العميل بيبقى قلقان إن هو داخل مكان رسمي يتعامل فيه، هو مش متعود على كده. أنا دلوقتي إحنا بنفترض العميل اللي جالي الأول، أول حاجة حضرتك هتعملها هتعمل إيه؟ هتمسك البطاقة. طب حضرتك خدت منه البطاقة، تعرف تقرأ البطاقة؟ طبعا ناس كتير قوي هتستغرب، لا حضرتك البطاقه، قرايه البطاقه دي مش كل الناس بتعرف تقراها. انت طبعا حضرتك اول حاجه بتشوفها الرقم القومي بتاعه، عادي هشرحه لحضرتك تشوف فيه ايه. في عندنا تاريخ الاصدار بتاع البطاقه وتاريخ الانتهاء بتاعها، لازم تكون البطاقه ساريه. دي كده الف ب شغل عند حضرتك. طيب مسكنا البطاقه، حضرتك الرقم القومي ده له معنى. معناه ايه؟ اول رقم على الشمال اللي هو بيكون 2 أو 3. 2 يعني حضرتك قبل مواليد سنة 2000، وهي مقصود بها الألفية الثانية. 3 يعني حضرتك ده شخص بعد مواليد 2000. طب أنا بشوف دي ليه؟ علشان حضرتك تشوف هل لو هو 3 تبتدي تحسب سنه، عشان لو هو أقل من 21 سنة قوانين الدولة بتمنع إن هو يحصل على تمويل، إلا إذا كان عندك إكسبشن في المكان اللي حضرتك فيه، ده تبقى حاجة تانية. طب إيه الرقمين اللي بعد كده؟ سنة الميلاد. ما بيتكتبش طبعا 1900 او 2000، بيتكتب الرقمين الاخرانيين. طب ايه الرقمين اللي بعد كده؟ شهر الميلاد. اللي بعد كده اليوم. اللي بعد كده دولت بيدل على المحافظه اللي منها العميل. لو الرقمين دولت عباره عن 88 اعرف ان العميل دوت من مواليد خارج جمهوريه مصر العربيه. حضرتك شفت البطاقه وتاكدت انها ساريه وتاكدت ان السن يسمح بان هو يحصل على تمويل، بتبتدي حضرتك تتكلم مع العميل. بتجيب حضرتك الابلكيشن بتاعك. طبعا في اماكن او في بعض الجهات بتقول لك اكتب الابلكيشن عند العميل وانت قاعد معاه، وفي بعض الجهات التانية بنكتب الابلكيشن في مقر العمل سيان يعني.
المهم هتكتب الابلكيشن بتاعك، حضرتك تكون دقيق جدا في كتابه الابلكيشن. واحب اقول لحضرتك حاجه مهمه قوي، ان اكتر من 90% من التمويلات اللي بتحصل فيها مشاكل بسبب ان الدراسه الائتمانيه بتاعتها ما بتكونش دقيقه. حضرتك وانت بتتكلم مع العميل كل كلمه بيقولها لك العميل او بتقولها له مفيده جدا ومهمه جدا لحضرتك. يعني وانت بتتكلم معاه مثلا اهلا وسهلا مرحب مش عارف ايه، انت حضرتك بقالك قد ايه في المحل، انت نشاطك بقاله كام سنه، انت كنت بتشتغل ايه قبل ما تفتح النشاط ده، المدام هتمضي لك ضامن، ممكن حد من الاولاد يمضي لك، انت اولادك في مدرسه ايه، شكل الموبايل اللي معاه، كل الحاجات دي بتديك انطباعات عن العميل. في سؤال مهم جدا لازم تساله له، انت حضرتك واخد تمويلات من اماكن تانية؟ وانت بتساله عن الحاجات دي كلها بتساله ليه؟ علشان تقارن البيانات اللي هو قالها لك بتقرير الاي سكور. ليه؟ لان لو هو قال ما اخفى عنك بيان وظهر لك في الاي سكور مثلا، يبقى ده تبتدي تحط عليه علامات استفهام كتير، تعرف هو بيخبي ليه او تعرف هو قاصد ايه من ان هو ما يقولكش الحقيقه. تساله هل البضاعه بتاعته بيجيبها كاش ولا بفواتير؟ نوع الموبايل بتاعه بيفرق معاك في ايه؟ هل هو شخص استهلاكي؟ هل هو شخص بيصرف على الموبايل وجايب موبايل غالي قوي وجاي ياخد قرض مثلا ب 10000 جنيه وشال موبايل ب 10000 جنيه؟ يبقى ده شخص هيبقى محتاج ان انت تدرسه اكتر. الولاد في مدرسه ايه؟ هتفرق معانا في ايه دي؟ لا هتفرق معانا كتير. يعني العميل ده عليه التزامات اسريه عاليه جدا. فانا النهارده لما يكون هو عليه التزامات عائليه ابقى انا اخدها في اعتباري، انا ما بقولكش ارفضه بس اقدر اخدها في اعتباري. يبقى اهم حاجه عشان حضرتك تقدر تقعد مع العميل لازم تكون دارس أنظمة وتعليمات مؤسستك بنسبة 100%. واحذر من ان انت تقول للعميل معلومات غلط. يعني ايه؟ يعني النهاردة انا عندي مثلا في المؤسسة بتاعتي علشان العميل ياخد مبلغ تمويل كذا لازم يكون عنده اوراق 1 2 3، او يكون عنده ملاءة مالية كذا، او ما ينفعش من اول تمويل. ما تجيش حضرتك تدي العميل عشم او تدي له امل ان هو هيحصل على تمويل بمبلغ كذا من اول مرة وتيجي انت ما توفيش بكلامك. الكلام ده مش مقبول نهائيا في كل القطاعات وبصفة خاصة في قطاع التمويلات الصغيرة. ارجو ان احنا نكون استفدنا من الحلقة ديت ان شاء الله في ازاي تكون باحث ائتماني او اخصائي تمويل ناجح. وان شاء الله في الحلقات اللي جاية هنقول تفاصيل اكتر، تابعونا وان شاء الله هنستفيد. اشكركم، خالد عوض، قناتي ازاي.